يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لدعاء ختم القرآن هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع؟ بعد قبل الركوع، يكون بعد الفراغ من قراءة القرآن بعد سورة الناس، يكون في هذا الموطن ولا يكون بعد الركوع. إذا كان بعد الركوع صار قنوتا، وفي فرق بين الختم ختم القرآن دعاء، في فرق بين دعاء ختم القرآن ودعاء القنوت. فدعاء ختم القرآن مرتبط بالقرآن عندما يخلص الإنسان من آخر سورة منه. نعم.